بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، عشاق الأصالة، هكذا تتواصل أشواط صباح هذا اليوم وسن الكبار مع ذلل وزمول أصحاب لأبناء القبائل الذي تتواصل في هذا الصباح والشوط الثامن الذي تعلن انطلاقته الخاص بالزمول المهجنات الأصايل في الثمانية في الستة كيلومترات في مسار هذا الشوط وتحديات. نسير مع المركز الأول مباشرة ونرى قيار اللي يقود المشاركين وعلي بن بخيت المسافري يسيطر على الزمول المهجنات ويقودهن، بينما يليه في المركز الثاني ويتقدم في ثاني المراكز في هذه اللحظات محفوظ بن خميس النيبي الذي ينطلق في هذه اللحظات، اللي هو بن داري ياتي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتقدم في ثالث المراكز وياتي الديجور محمد بن مهير بالصوب الاكتبي على ثالث المراكز، وياتي في المركز الرابع هنا بنلقى الفتان، تعود ملكية السالم بن حمد لسالم بن علي بن حمد بن يداه المنصوري على المركز الرابع. عم المركز الخامس تدخل في هذه اللحظة الخلاوي محمد بن شطيط بن علي الاكتبي، المركز السادس هناك من الجانب الآخر يتقدم سراب محمد بن سالم بن دري الفلاحي، المركز السابع وصل في هذه اللحظات الوصلاوي وتقدم على المركز السابع مع شاهين مطر بن راشد بن مطر اليابري على المركز السابع، والمركز الثامن تقدم في ماي هاب عبد الله بن يمع بن خميس الغويص، المركز التاسع ياتينا في هذه اللحظة النشمي عبد الله بن سعيد بن يمع النابودة على المركز التاسع، والمركز العاشر في هذه اللحظات عنيد لراشد بن حارب بن محمد الشامسي. هذه العشر المراكز الأولى في أداء الزمول في الشوط الثامن مع المهجنات الأصايل وشعارات أبناء القبائل الذي تتوافد على أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين، وهذه شاشة دبي ريسنج الحاضرة مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات الجميلة. العودة مرة ثانية بعد إكمال أول نداء للعشرة المراكز مع الكبار ومع هذا الانطلاق، لنعود ونشاهد مشاهدينا متابعين المراكز الأولى. هناك نسير مع المركز الأول ونشوف السيطرة على مقدمة الشوط اللي مسيطر واللي يقود المشاركين. هناك السيطرة في هذه اللحظات، غيار علي بن بخيت بن المسافري الذي يسيطر على المقدمة من بداية هذا الشوط من انطلاقته. بن داري ياتي في المركز الثاني، بن داري ينطلق على ثاني المراكز، محفوظ بن خميس الينيبي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتقدم فيه الخلاوي محمد بن شطيط بن علي الاكتبي على المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما ياتي في المركز الرابع ويتقدم الديجور محمد بن مهير بالصوب الاكتبي، يقدم لنا الديجور ياتي الفتان سالم بن علي بن حمد بن إداه المنصوري على المركز الخامس في هذه اللحظات، بينما المركز السادس سادس المراكز وصل شاهين مطر بن راشد بن مطر اليابري، والمركز السابع ياتي في مايهاب عبد الله بن يمع بن خميس الغويص، بينما المركز الثامن تحرك سراب محمد بن سالم بن دري الفلاحي على ثامن المراكز، بينما المركز التاسع نشوف هناك التقدم على تاسع المراكز في هذه اللحظات من قبل عنيد لراشد بن حارب بن محمد الشامسي، والمركز العاشر النشمي عبد الله بن سعيد بن يمعة النابودة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز للمرة الثانية على التوالي في مسار الزمول
الزمول، الزمول الذي صالت وجالت، الزمول الذي قدمت من صغر سنها الإنجازات العديدة حتى وصلت إلى هذا السن بالإنجازات وبالشعارات وبالتحديات الجميلة. تتواصل الكبار والرقص مع الكبار جميل، خصيصا في تحفة الميادين في المرموم. العودة مشاهدينا متابعينا الكرام إلى المراكز الأولى مرة ثانية، ولا زال غيار من البداية، غيار من البداية غاشان غارته على المركز الأول على الانطلاق الأول. علي بن بخيت المسافري على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول، وهو مسيطر سيطرة كاملة وسيطرة تامة على المقدمة، بينما ياتي في المركز الثاني، ياتي في المركز الثاني ويتقدم هناك بنداري، بنداري محفوظ بن خميس الينيبي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز ياتي الخلاوي محمد بن شطيط بن علي الاكتبي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع يتحرك في هذه اللحظات وياتي ويتقدم هنا الديجور محمد بن مهير بالصوب الاكتبي سراب، كذلك بدأ يتحرك محمد بن سالم بن دري الفلاحي وينطلق هناك على التنافس على الفوز والناموس. المركز السادس، سادس المراكز وصل في هذه اللحظات وتحرك هنا مايهاب عبد الله بن يمعة بن خميس الغويص، وياتي كذلك في قمة التنافس اللي هو شاهير مطر بن راشد بن مطر اليابري، ولكن وصل، وصل النشمي، تحرك النشمي عبد الله بن سعيد بن يمعة النابوده الذي يقدم هذا الشعار الأهلاوي، الأهلاوي والوصلاوي هنا في هذا الانطلاق وفي هذا هناك الوصول في هذه اللحظات والانطلاق. الوصلاوي مطر بن راشد اليابري سيف بن خريدة يأتي ويرشح الوصلاوي، يا سلام يا اليابري شد حيلك الجماعة معاك، الجماعة مشاهدين العزاء، يا سلام يا سلام يا سلام. نعود مشاهدين متابعين الكرام على مقدمة الشوط، نعود مع تجمعت الزمول، تقاربت الزمول من بعضها البعض، يعني دليل على التنافس، المضمرين يتابعون. هناك غير في هذه اللحظات، بنداري هناك ولكن ينخطف في هذه اللحظات. بنشوف، يا سلام يا سلام يا سلام. نعود إلى المركز الأول والتغيير هناك، الخلاوي، الخلاوي محمد بن شطيط بن علي الاكتبي غير على المركز الأول. بنداري وسراب وصل، وصل في هذه اللحظات سراب، حمد بن سالم بن دري الفلاحي هناك على المركز الثاني، ولكن المركز الثالث من الجانب الآخر. شوف الدخول وشوف الذي وصل في هذه اللحظات، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وصل في هذه اللحظة وتقدم مثير، مثير محمد بن سهيل بن هيان العامري، يا سلام وصل على المركز الثاني، وسراب في المركز الثالث، سراب ياتي ويتقدم في هذه اللحظات محمد بن سالم بن دري الفلاحي على المركز الثالث والمركز الرابع. وصل النشمي، النشمي عبد الله بن سعيد بن يمعة النابودة وصل في هذه اللحظات، يا سلام. والديجور واصل كذلك في هذا المنطلق، محمد بن مهير بالصوب الاكتبي، يا سلام. شوط يحمل، يحمل الزمول ويحمل شعارات صالت وجالت، يحمل زمول قدمنا الكثير، ولكن شوف التغيير، شوف التغيير على المركز الأول على الانطلاق الأول، يا سلام. مثير، مثير محمد بن سهيل بن هيان العامري يتقدم على المركز الأول، يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني يأتي في سراب، سراب، سراب محمد بن سهيل محمد بن سالم بدري الفلاحي. أما المركز الثالث، النشمي، النشمي سعيد بن عبد الله النابودة، ياتي النشمي، يلا يا سعيد يا بن عبد الله يا النابودة، يا سلام. مع النشمي، مع النشمي، ولكن السيطرة مع الشعار الأهلاوي، ولكن السيطرة مثير محمد بن سهيل بن هيان العامري مسيطر على مقدمته، وجماهير الأهلاوي يتابعون سعيد بن عبد الله النابودة، ولكن خلاص تهانينا، تهانينا على هذا الفوز المستحق، مثير محمد بن سهيل بن هيان العامري.
الدوري يعلن الفوز. المركز الثاني النشمي سعيد بن عبد الله النابود، بينما المركز الثالث سراب لمحمد بن سالم بن دري الفلاحي، والمركز الرابع الديجور لمحمد بن مهير بالصوب الاكتبي، والمركز الخامس وصل في نجد لضاحي بن يمع بن ضاحي بن تميم. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام كان هذا الشوط المثير والتحدي الجميل، ولكن الفوز والناموس كان من صالح مثير. حمل السلامات لأهالي الهيار محمد بن سهيل بن هيان العامري، قطع المسافة، تهانينا والناموس في 10 دقائق 8 ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا يا بن هيان على هذا الفوز المستحق. النشمي وصل في المركز الثاني، قدم أداء جميل. سعيد بن عبد الله بن يمع النابودة على المركز الثاني في هذا الانطلاق. بنشوف توقيت الزمني على شاشة التلفزيون في 10 دقائق و8 ثواني و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما وصل في المركز الثالث في سراب لمحمد بن سالم بن دري الفلاحي، قدم كذلك سراب أداء جميل وتنافس رائع في هذا الشوط. حقق توقيت زمني مشاهدين الأعزاء 10 دقائق 11 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.